رحب بكم جميعا، أنا محمد سيف النصر معكم اليوم في نقطة حوار جديدة. محطة هامة ولا شك كانت الانتخابات البرلمانية والبلدية البحرينية الأخيرة، كيف لا وهي الأولى منذ خروج احتجاجات أغلبها من الشيعة قبل نحو 3 أعوام، وتبني ملك البلاد عدة إجراءات من بينها لجنة تحقيق مستقلة وحوار وطني مع المعارض. محطة هامة أيا كانت وجهة النظر تجاهها، فرغم مقاطعة المعارضة تجاوزت نسبة المشاركة 51%، وأنهت الانتخابات محاولات فرز البلاد فرزا طائفيا، وأسست لعملية سياسية تجري في مسار صحيح عبر برلمان منتخب تؤكد الحكومة البحرينية والدوائر الرسمية. فيما شددت المعارضة من جانب آخر وعلى رأسها جمعية الوفاق على أن أرقام المشاركين تم تضخيمها، وأن الطريقة التي تم بها تقسيم الدوائر الانتخابية تفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية، وأن البرلمان لن يتمتع بصلاحيات كافية. هذا الشد والجذب في مواقف الطرفين، والمتمثل في الاطمئنان والرضا الحكومي من جانب، والاحتجاج ودعوات التظاهر من جانب المعارضة من جانب آخر، يدفع المراقبين والمهتمين وأنتم المشاهدين بالطبع إلى محاولة التدقيق في تأثير هذه الانتخابات على المشهد القادم في البحرين. برأيكم هل هذه الانتخابات خطوة على طريق الديمقراطية وتجاوز الخلاف السياسي في البحرين؟ وهل كانت المعارضة البحرينية على حق في مقاطعتها لتلك الانتخابات؟ الأزمة في البحرين برأيكم هل هي فعلا تخضع لاستقطابات إقليمية؟ أنتم من تصنعون حوار اليوم عبر مشاركاتكم وسائل الاتصال كالمعتاد هاتفيا على رقم 00-44-20-77-65-02-11 ونصيا على رقم 00-44-79-43-40-47، وكذلك عبر موقعنا bbcarabic.com وعلى صفحاتنا على تويتر وفيسبوك. على هذه الصفحات الإلكترونية لا تتوقف المشاركات، تفد طبعا على جوجل بلس وتويتر وفيسبوك وأيضا عبر الرسائل النصية. زميلي محمود القصاص يتابع مجريات هذا الحوار الإلكتروني حتى قبل أن تبدأ حلقة اليوم. محمود مرحبا بك. أهلا محمد، وكيف كانت بداية الحوار على صفحاتنا الإلكترونية؟ في الواقع محمد هناك اشتباكات واسعة النطاق على ساحات التواصل الاجتماعي حول الانتخابات في البحرين. من يرفضون الحكومة القائمة في البحرين ويطالبون بمقاطعة الانتخابات يرون أن البرلمان لا قيمة له وأنه لا يمثل حقيقة الشعب البحريني، وعلى النقيض من يؤيدون الحكومة البحرينية ويؤيدون المشروع السياسي للحكومة يطالبون بالمشاركة ويرون أن هذه المشاركة وهذه الانتخابات خطوة على طريق الإصلاح السياسي. ستعرف لاحقا على هذه الاشتباكات عبر ساحات التواصل الاجتماعي على صفحاتنا لاحقا في البرنامج، فانتظرونا. نعم محمود، انا اعلم ان برامج التواصل الاجتماعي في الخليج تعتبر ساحه متنفس كبيره، هي يعني نشطه للغايه في الخليج وخاصه في السعوديه مثلا. تويتر في منتهى النشاط، صحيح. والرياض مثلا هي أكثر دولة تغرد في العالم العربي، صحيح. لذا أتوقع حوارا ساخنا على الصفحات الإلكترونية سنتابعه معك بالتفصيل في المشاركة المقبلة، لكن الآن نبدأ بالمتصلين هاتفيا. أرحب بداية بعلي حسين يتحدث إلينا من البحرين. ما رأيك يا علي، هل يمكن لهذا البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة أن يكون ممثلا للقوى السياسية كافة في المملكة؟ لا أستطيع هذا الكلام، وأن البرلمان القادم سيكون أضعف البرلمانات السابقة، ولكن لابد من هناك كلمة تقال أن المعارضة، أن البحرين في أزمة سياسية لا تحتاج إلى هذا البرلمان، تحتاج إلى برلمان قوي. وأي كانت المبررات في وجهة النظر في أو ما أي كانت وجهة النظر تجاه المعارضة، فإنه بأي الحال فيتحتاج إلى حوار. والبرلمان الحالي هذا دخل الولد ولم يكن هناك أي حوار بين المعارضة وبين الحكومة، هي واحدة. الجانب الآخر أن المعارضة في 2002 و2006 و2010 دخلت البرلمان ولم تعين الحكومة المعارضة على تأديان، ولم تشجع الحكومة المعارضة على الإبقاء في البرلمان. نعم. ضايقتها كثير من المضايقات، و يعني افقدت البرلمان صلاحيته وامتيازاته، واستخدمت اساليب مختلفه الى ان تمنع المعارضه ان تؤدي اي دور. طيب علي، مما ادى الى حرج بين المعارضه وبين القاعده طيب الشعبيه. لكن هل يعني
طيب يعني هل من الأفضل للمعارضة أن تبقى خارج البرلمان هذه المرة؟ ألم يكن يمكن للبرلمان أن يمثل ساحة لمحاولة الحصول على ما هو أكبر أو البناء عليه للمرحلة القادمة، خاصة وأن برلمان هذه المرة ربما جاء بعد ظروف مختلفة مرت بها البلاد لم تمر بها خلال البرلمان السابق أو الذي قبله؟ المعارضة إذا دخلت هي لن تفعل شيء، وإذا خرجت من البرلمان فهي لن تفعل شيء. إنما المعارضة ستفقد قاعدتها الشعبية التي ترفض أي مشروع سياسي دون التفكيك في الأزمة السياسية وتتمثل في إطلاق المعتقلين والحريات السياسية وغيرها من ذلك، المطالب المعروفة بيننا. هناك في نقطة مهمة جدا، يعني أنا أستغرب من أن الحكومة تقف هذا الموقف المتسلط من مطالب المعارضة، وليس في مطالب المعارضة أي شيء كبير أو عظيم غير معقول أو غير منطقي أو غير ممكن. يعني هذه النقطة يجب أن يعني يعرفها الجميع في العالم، أن مطالب المعارضة في البحرين هي مطالب بسيطة وسهلة وحق، وليس مطالب هي حقوق. طيب أدنى حقوق البشرية. طيب أنت تقول أن المطالب بسيطة وأساسية ويعني واقعية، هي حقوق ليس مطالب. تمام، واضح. شكرا لك علي على هذه المشاركة، لكن دعني أحمل هذا التساؤل عن المطالب لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ علي الأسود النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة في البرلمان البحريني. أستاذ علي، إذا كانت مطالب المعارضة أساسية ومنطقية وواقعية، أين الآن ستحملون لواء مطالب المعارضة؟ وأين يعني تمثلون مصالح المواطنين والقطاعات الشعبية التي تمثلونها وأنتم خارج هذا البرلمان؟ مساء الخير. لو كان هذا البرلمان هو التي من الممكن أن تتحرك من خلالها أو تنطلق من خلالها القوى الديمقراطية المعارضة في البحرين لتحقيق هذه المطالب لذهبت إلى المشاركة في هذه الانتخابات، الانتخابات التي من وجهة نظرنا لا تشكل الإرادة الشعبية، وهي نسبة مقاطعة كبيرة جدا عالية وصلت إلى 82% من الدوائر الهامة التي يعني تكون فيها المعارضة، دوائر حصلت على أصوات بالعشرات فقط، هناك دائرة في المحافظة الجنوبية صفر من الأصوات، لا يوجد بها أصوات، هناك عزوف عن هذا البرلمان من قبل المعارضة ومن قبل أيضا الموالاة. لو عرفت المعارضة بأن هذا البرلمان حقيقة سيكون نقطة لانطلاق تحقيق هذه المطالب لذهبت إليه، لا يمكن. لكن أستاذ علي، أنتم قلتم أن البرلمان لن يكون نقطة انطلاق لهذه الأمور وستكون هناك مقاطعة، لكن كما أعلن جاءت نسبة المشاركة رغم دعوات المقاطعة أكثر من 51%، لا يعني هذا أنكم يعني تمت الانتخابات وتم الأمر وأنتم خارج المشهد؟ أرقام رسمية مثل البيانات التي أصدرتها السلطة في بداية العام 2011 حينما قالت تم احتلال مستشفى سلمانية وهناك أسلحة كلاشينكوف وهناك قطع للسان مؤذن وهناك حكاية كثيرة فندها السيد بسيوني. ليس هذا هو المهم. المهم أن هذا البرلمان لن تكون له صلاحيات، وهو امتداد لبرلمان 2011. لا. ولن يكون لهذا البرلمان أي صوت، لأن السلطة استطاعت عبر وسائلها المتعددة أن تفتت أيضا حتى المكون الآخر الذي كان يعتبر بأنه من الموالاة، تم تفتيته ولم يتم أيضا تحقيق فوز في هذه الانتخابات. طيب. هناك 34 دائرة انتخابية سيتم الإعادة فيها في الانتخابات أو في الأسبوع القادم، ولن تكون هناك كتل سياسية أو أحزاب ممثلة في داخل هذا البرلمان. طيب، خلينا نذهب إلى أبو زياد الهاشمي الذي يتحدث إلينا من مدينة حمد في البحرين. أبو زياد، ما رأيك في كلام الأستاذ علي وأن البرلمان لن تكون له صلاحيات تذكر تساعد فعلا على سير الحياة السياسية في البلاد بشكل صحي؟ أولا مساء الخير لكم جميعا وضيوفكم. أهلا وسهلا. مساء الخير. بالنسبة طبعا للانتخابات، أولا النسبة ليس كما يقولون 31%، إنما هي 51%. ثاني شيء، من المتقدمين المترشحين هناك شيعة، من يعني فئة الشيعة كانوا كثيرين. طيب، هذول الفئة المترشحين جمعوا أصوات، يعني على الأقل كل واحد كان عنده 2000 صوت أو 1000 صوت أو حتى 100 صوت. طيب، هاي الأصوات هل يعتقد، هل معقولة أن يكون سني موالي للحكومة ينتخب هذا الشخص؟ بالتأكيد اللي انتخب هذا الشخص بيكون شيعة. فلو حسبنا من 20
مترشح شيعي لكل شخص انتخبه حصلت أن في عدد كثير من الشيعة شاركوا في الانتخابات عدا السنة بشكل عام تقريبا 100% بالنسبة للسنة شاركوا في الانتخابات. الانتخابات حقيقة يعني جرت بشكل حلو وكان في يعني في التلفزيون مباشر يمكن أنتم شفتوها. يعني أنت ترى أن يعني القطاعات الشيعية كما تقول التي شاركت هي كافية لجعل البرلمان يمثل البلاد أو يعكس الخريطة السياسية في البلاد يعني بشكل صحيح رغم مقاطعة كبرى حركات المعارضة؟ هو طبعا البرلمان أصلا يعني هو ليس وليد هذا اليوم، هو أصلا يمثل الشعب البحريني بكل أطيافه من فترة طويلة، لكن بالنسبة للمعارضة هي ليس يعني هم لا يريدون فقط يعني ماذا يريدون في البرلمان، هم يريدون حكومة يريدون لهم يعني مطالب يعني صراحة يعني لا يعني لا تستطيع يعني تحدث يعني هل مطالب غير واقعية، هل مطالب تتجاوز سقف العمل الوطني؟ يعني تحدث عبر عن رأيك. بالضبط يعني كل شوف في كل دولة في الدول الأوروبية والدول الغربية اللي عندك هناك معارضة، لكن المعارضة تكون معارضة وطنية، المعارضة لا تقبل بمس هذه الدولة. كيف تمس المعارضة الدولة؟ معلش اسمح لي، كيف يا أبو زياد المعارضة تمس الدولة وهي تطالب بمزيد من الحقوق والحريات وتطالب بعملية ديمقراطية؟ أنا أقول لك في تقريبا 2009 او 2008 شخص من البرلمان الايراني قال انه البحرين هي المحافظه رقم 14 لايران. احتجت الدول حتى بما فيها سوريا الحليف الاكبر لايران احتجت، لكن المعارضه البحرينيه لم تحتج. لماذا لا تقول لا تحتجون على هذا الكلام؟ لماذا لا تقولون البحرين دوله لها سيادة لها أرضها لا نقبل التدخل لا إيران ولا غير إيران. طيب تمام يا أبو زياد، وصلت أنه هذه المعارضة فعلا هي معارضة وطنية وفعلا معارضة تريد الديمقراطية. الآن الشارع السن في البحرين يتخوف من هذه المعارضة. طيب هذه التخوفات أستاذ علي ليست بالجديدة، هناك دائما اتهامات لكم بأنكم يعني أجندتكم محكومة بعلاقات وثيقة مع إيران هكذا صراحة، وأنكم راهنتم حتى في مقاطعتكم لهذه الانتخابات على وتر الظروف الإقليمية. لا غير صحيح، المعارضة أيضا نفت في البرلمان، الأخ إذا كان متابع ضيفكم الكريم يعرف أن كتلة الوفاق تحدثت عبر أحد نوابها برفض هذا التصريح أو غيره. هناك مشكلة دستورية في البحرين بعيدا عن هذه القضايا يعني الهامشية الصغيرة، هناك أجندة وطنية تطرحها المعارضة. المعارضة لم تطرح منذ العام 2006 حتى العام 2011 حتى استقالتها من البرلمان لم تطرح أي مطلب يخص الطائفة الشيعية عن الطائفة السنية. المطالب الأساسية التي تتخوف منها أو يتخوف منها البعض هي التمثيل الحقيقي للناس، هي مشاركة الناس في اتخاذ القرار السياسي. الحكم في البحرين، السلطة في البحرين رفضت مبادرات عديدة ليست مبادرات شيعية، رفضت مبادرة أمير الكويت، رفضت مبادرة تونس، رفضت مبادرات ووساطات أوروبية أيضا أخرى، رفضت حديث الأمم المتحدة ورفضت بيانات متعددة ولم تطبق تنفيذ توصيات السيد السوني. طيب أنتم أستاذ علي واحد فقط كل دعوات مناشدات أوروبية وأيضا أممية المشاركة في هذه الانتخابات. أعتقد أن هذا الأمر تم الرد عليه من في السابق، هناك يعني رسالة واضحة من السيد بان كي مون كان يطلب من الحكم أن يتحدث إلى المعارضة كما قال ذلك الرئيس أوباما في السابق أن يكون هناك حوار جاد وحقيقي. الحوار فشل، لم يكتمل هذا الحوار، لم تتحقق هذه المطالب، المعارضة خارج المعادلة من داخل البرلمان ولكنها فاعلة على الأرض. طيب. فاعلة في الداخل والخارج أيضا. طيب. دعنا نستمع إلى علي حسين يتحدث إلينا أيضا من البحرين. علي ما رأيك، يعني هل تطمئن لأن هذا البرلمان وبعد هذه الانتخابات سيكون جزء من الحل للخلاف السياسي أم كيف تنظر للمرحلة المقبلة؟ لو كنت أتوقع أن هذا البرلمان سيكون جزء من الحل السياسي لكنت أول المصوتين إلى البرلمان. المشكلة على حسب كلام المتحدث من مدينة حمان صحيح أنه كثير من الشيعة
صوتوا، وهذا دليل على أن المسألة ليس مسألة شيعة وسنة، وإنما هي مسائل مطالب سياسية لا علاقة. وهناك الكثير من الشيعة أصدقاء الحكومة وموالين الحكومة، والمتحدثة باسم الحكومة هي شيعية سمير رجب، فما علاقة الشيعة والسنة بهذه المطالب السياسية؟ وهذا رد قاطع. يعني أشكر الأخ أنه ذكر هذا الجانب وأكده، وإحنا نؤكده على أن المطالب ليس مطالب شيعية، وإنما هي مطالب سنية يقتنع بها من السنة ويقتنع منها من الشيعة، وكان الله غفور رحيم. الجانب الآخر أن الحديث عن بكمون والمجتمع الدولي، أن المجتمع الدولي لو دعم المعارضة في سنة 2002 و2004 و2010 لكان الحل السياسي هو سيد الموقف. وأنا يعني أنكر على المجتمع الدولي أنه لن يحرك ساكن في الأزمة البحرينية. طيب واضح رأيك يا علي، واضح نعم واضح رأيك، رغم أن البعض إذا صارت الأمور في هذا الاتجاه يتهم المعارضة بأنها تراهن على الخارج أيضا. لكن خلينا نستمع أيضا إلى علي جلال من مدينة عيسى. علي، يعني في ظل هذه الظروف، هل كانت المعارضة محقة فعلا بمقاطعة هذه الانتخابات؟ طبعا يعني انا كبحريني انا اعتبر المعارضه عندنا في البحرين ليست صاحب القرار، صاحب القرار ايران. احنا نعرف ان جمعيه الوفاق هي ممثل ولايه الفقيه في البحرين، نفس حزب الدعوه المالكي اللي كان يحكم العراق. طبعا كلنا نعرف النموذج العراقي، البحرين مطلوب منها ان تكون نموذج عراقي اخر فاشل. الحكومه كانت منتخبه في العراق، والوفاق في البحرين تطالب بالحكومه المنتخبه، وكلنا كل العالم باجماع كل المنظمات الحقوقيه اثبتت فشل حكومة أو انتخاب الحكومة أو الحكومة المنتخبة اللي تطالب في الوفاق في العراق. فهل يطلب مني أنا كمواطن بحريني أن أنقل الفشل من العراق والدمار اللي حل فيها، ويعني أسوأ نموذج أنقله عندي في البحرين؟ طبعا الوفاق هي النسخة البحرينية من حزب الدعوة العراقي، هؤلاء بس يعني هذه الجمعية يعني كانت طرفا في حوار وطني بالمناسبة دعا إليه الملك وكان يقوده ولي العهد، فكيف يمكن أن ينظر إلى جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة هذه النظرة وهي كانت طرفا في حوار وطني في البلاد؟ بالعكس، البحر هاي دليل على أن البحرين فاتحة ذراعها لأبناء البحرين. إحنا كلنا نعرف أن جمعية الوفاق كانت جزء من العملية السياسية لسنوات طويلة، وكان لها أداء طيب، وبعض الأمور كانت جدا جيدة، لكن مع الأسف خروجهم في 2011 ولد مشاكل أكبر. يعني كان كل الأمور يجب احتوائها من ذاك اليوم، وكانت هاي فرصة للوفاق أن تعود عن ما هو. مع الأسف شي يقولون دائما، يقولون أن شو يسمونه، أن عدم هم حين قبل دقيقة واحدة أو قبل دقائق يقول لك ما يعترف بالقضاء، اللي أعلن النتائج في البحرين أنه 51% هو قاضي وليس السلطة. طيب. إذا أنت كجزء من البحرين ما تعترف بالقضاء البحريني، شو اللي بقى يعني؟ طيب تمام يا علي، وضحت وجهة نظرك. دعنا نستمع إلى ريا فتح الله من منطقة علي. يا ريا، كيف تنظرين لكيفية التعامل مع المعارضة الآن في البحرين، المعارضة التي قاطعت؟ كيف على البرلمان القادم وعلى الحكومة أن تتعامل معها؟ هل يجب اعتبارها خارج المشهد لأنها لم تشارك، أم لابد من ترك باب الحوار مواربا أمامها؟ طبعا المعارضة باختيارها قررت أن لا تشارك وأن تكون جزء من الحركة السياسية في البحرين. الحكومة طبعا مشكورة، غيرت من كذا شيء لأجل المعارضة ومنها الدوائر الانتخابية، فهذا شيء إيجابي يحسب للحكومة أولا. ثاني شيء، يعني أنا بتكون نظرتي إيجابية أكثر. في الفترة الآونة الأخيرة كان المشهد السياسي في البحرين جدا إيجابي، الجميع مشارك من السنة والشيعة، فنسبة المقاطعة كانت ضئيلة، كانت يعني نقول متكتلة في الوفاق فقط. شخصيا أنا من منطقة تعتبر منطقة نصف سنية وشيعية، وكثير من الذين رشحوا نفسهم للانتخابات كانوا من الفئة الشيعية، فلم يكن. وماذا عن المصوتين إذا كان هناك مرشحون شيعة؟ هل وأنت في هذه المنطقة أو كيف شاهدت تصويت المواطنين الشيعة في هذه المنطقة؟
كانوا متواجدين ويصوتون في منطقة عالي موجودين. طبعا إذا كان النائب يعني من المنطقة شيعي ف يعني شيء هاي دليل إن أهله ورفاقه راح يصوتونه. ولكن فعلا المنظر كان يعني الانتخابات كانت جدا إيجابية في الفترة والحمد لله، والمشاركة كانت جدا جيدة. وشيء إيجابي يعني يحسب للحكومة أيضا السماح لل الأجنبي المقيم بالمشاركة في الانتخابات البلدية. أصدق المتجنسين الذين يعني هم أجانب وحصلوا على الجنسية. لا أتكلم عن المتجنس، لا أتكلم عن المتجنس. المجنس يعتبر بحريني. أنا أتكلم عن الأجنبي المقيم في البحرين تحت شروط معينة. الأجنبي المقيم له الحق في التصويت في الانتخابات البلدية، وهذا شيء جدا طبعا شيء جدا أجنبي مقيم وليس بحريني. أما المجنس يعتبر بحريني. تمام، شكرا لك على هذه المشاركة. أنا أستعين من ريا أستاذ علي أبدأ بها يعني عدة نقاط، لكن أبدأ بالمتصلة الأخيرة أنها قالت الحكومة غيرت أو قامت بإجراءات. أنتم تقولون أن البرلمان لن يتمتع بصلاحيات كافية، طب كيف وقد منحت له صلاحيات غير مسبوقة كما تقول الحكومة ويقول المراقبون؟ يعني عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان أولا كما أقر، إمكانية مساءلة رئيس الحكومة ونوابه كما قالت الحكومة، تعديل الدوائر الانتخابية كما قالت المتصلة وقالت الحكومة. يعني هذه أمور لن تحل الأزمة كما تفضلت في البداية. عرض برنامج الحكومة ليس بجديد، تم عرض برنامج الحكومة في العام 2010 على البرلمان السابق. لا يملك هذا البرلمان أن يصوت إلا بنعم، لأن الأغلبية وبحسب فرص الدوائر الانتخابية التي تشيد بها ضيفتكم الكريمة أو المشاهدة الكريمة، هي تم ترسيخ فيها فكرة الطائفية أكثر، تم إبعاد فئات كثيرة، تم تذويب عدد كبير من أصوات الناخبين في دوائر في محافظات أخرى. تعرف السلطة كيف قامت بهندسة هذه الدوائر. إمكانية منح الثقة لرئيس الحكومة في اعتقادي أنها لن تتحقق منذ الآن، أقول هذا الآن. بس ده أقر؟ لا يعني لم يقر، لم يقر. هذا أمر قابل أن يناقش في البرلمان. إفراز البرلمان، إفراز العملية الانتخابية في هذه الدورة، في هذا الفصل التشريعي الرابع، لن يكون إلا بإرادة الحكم. لن يكون بإرادة شعبية أو بإرادة أحزاب أو معارضة أو قوة سياسية. وبالتالي الحكم إذا أراد أن يصوت ب يعني إمكانية تغيير معين أمر ما، سوف يوكل هذا الأمر إلى هؤلاء النواب. هذا المجلس عبارة عن امتداد للمجلس السابق، وعبارة عن غرفة أخرى من غرف الحكومة، وغرفة أخرى من غرف السلطات الثلاث التي من المفترض أنها تكون مستقلة، ولكنها مع الأسف غير مستقلة كما هو القضاء، كما هو القضاء الذي حكم على العديد من السياسيين في محاكم عسكرية في بداية العام 2011، وتم تفنيد هذه الأحكام من قبل يعني لجان دولية متعددة وبيانات أخرى يعني كثيرة. طيب الآن يعني أنتم خارج البرلمان، يعني البرلمان ليست ساحة للعب السياسي بالنسبة لكم، هذا هو الواقع. بقي الشارع، هل يعني هذا إذن أن خياركم الرئيسي هو تحريك الشارع وليس في هذا خيار صدمي يصطدم مع الدولة ويصطدم مع برلمان منتخب؟ لا توجد، يعني لا تختلف العملية منذ العام 2011، لم يكن فقط خيار المعارضة هو خيار الشارع، كانت هناك مسيرات بمئات الآلاف، لا تستطيع السلطة أن تنكر هذه المسيرات لأنها أشادت ببعض هذه المسيرات وأشادت بتنظيمها وسلميتها. المعارضة أجندتها الواضحة جدا كما جاءت في وثيقة المنامة وهي مستمرة، لا يعني أنك لا تحقق شيء اليوم أن تقبل بأمر مذل أو مهين لمجرد وجود عملية سياسية نعتبرها بأنها منقوصة. صلاحيات هذا البرلمان هي على المحك. الحديث فقط خلال هذه الفترة السابقة في داخل المجتمع البحريني بأن هؤلاء النواب أو من رشحوا أنفسهم إما لأغراض مادية أو لأنهم مدفوعين من أجل المشاركة في هذا البرلمان الصوري، وعرفنا يعني بوثائق مهمة جدا وجود أشخاص مدفوعين من قبل السلطة لأن يكونوا أو يتخذوا أو يأخذوا مواقع مهمة متقدمة في هذا البرلمان. غاب عن هذا البرلمان أيضا قيادات أساسية قريبة جدا من الحكم، قيادات أريد لها أن تتغير، أريد أن تعطى مناصب أخرى من أجل إيجاد شكل جديد لهذا البرلمان، والحديث مع المجتمع الدولي بأن هذا البرلمان
هو برلمان غير عن البرلمان طيب. الذي كانت فيه الوفاق من يعني اجل تحقيق مكاسب ليست اجتماعيه فقط طبعا. وانما خدميه تكون كلمه اخيره اذا يعني هو ساحه اللعب الرئيسيه الان لكم هو الشارع الشارع في كل لا يوجد افق لا. للحوار مره اخرى مع البرلمان القادم او مع الحكومه لا مع البرلمان نحن لا نتحاور مع البرلمان نحن لا نتحاور ايضا مع من ليس لهم شان في العمليه السياسيه منفتحون على هذا الحوار ولكن حوار جاد بظروف مختلفه وبفكره التفاوض لايجاد حل سياسي ياخذ البحرين من هذا الجمود ومن هذا التراجع الذي تريد السلطة أن تلمع شكله خارجيا ولكنه في الداخل أزمة عميقة جذورها ممتدة لعشرات السنين وأكثر من ذلك. شكرا لك أستاذ علي الأسود النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة في البرلمان البحريني. شكرا. مشاهدينا لازلنا معكم في هذا النقاش ونفتح الفرصة أكثر للمتصلين هاتفيا للمشاركة. أتحدث إلى سلمان عبد الله من المحرق يتحدث إلينا. يا سلمان ما رأيك يعني هل تتفق مع تصريحات المسؤولين الرسميين في البحرين من أن هذه الانتخابات وهذا البرلمان الجديد هو خطوة حقيقية على طريق الديمقراطية وتجاوز الخلاف السياسي في البلاد؟ والله احنا اللي شفناه في هالفترة فترة الانتخابات شفنا جميع الناس من جميع الكتل السياسية ما عدا كتلة الوفاق هي اللي ما دخلت في الانتخابات لأغراض سياسية ثانية بس اللي شفناه احنا جميع الجمعيات السياسية دخلت وشفنا عدد الحضور في جميع المراكز كنا ننتظر في المراكز الاقتراح لمدة ساعتين ثلاث ساعات لأن يدور الواحد يدور يوقع وصار تمديد بعد الانتهاء الوقت الأصلي اللي هو الساعة 8 لساعتين زيادة علشان وبعد ما سعى الوقت وغلقوا الصناديق وغلقوا صناديق الاقتراح هذه أي شيء يعني عرس انتخابي وكان يعني أثبت للجميع أن البحرين فيها ديمقراطية حقيقية والكل صوت برياحية وكانوا مراغبين من جميع الدول الموجودة وأعتقد أن كان السفير البريطاني والأمم المتحدة متواجدة وشافت يعني شافت الحضور الجماهيري اللي هو من سواء كان سنة أو شيعة أو المقيمين كل الناس صوتت هل شفناه يعني طيب يعني أنت مطمئن لما حدث أنت مطمئن لما حدث ولأنه سيقود البلاد إلى ما هو أهدأ وما هو أفضل هو في بعض التوترات السياسية هذه تحصل في أي مكان يعني احنا نشوف في العالم يعني مع الوفاق ما دشت هالمره ان شاء الله المره الجايه الدش وان شاء الله يعني اللي شفناه طيب. يعني الحضور الشيعي في كل مكان كان متواجدين طبعا. واحنا في بعض الدوائر كانت محسوبه على الشيعة وكان حضورهم يعني لحد الان صارت تنافس بين اعاده تمام يا سلمى هي في عراد وفي بعض المناطق موجودين يعني اللي هو في الدائرة العاشرة العاصمة وفي عراد وفي بعض المناطق للحين موجودة إعادات شكرا. وإن شاء الله يعني تنحسم إن شاء الله السبت اللي تاريخ 29 شكرا جزيلا لك سلمان عبد الله من المحرق والآن حان وقت العودة إلى زميلي محمود القصاص لأنه كما أن المتصلين ينتظرون وبكثرة على الخطوط الهاتفية المشاركات لا تتوقف عن التوافد مرحبا بك من جديد يا محمود ونبدأ بالسؤال الرئيسي لحلقة اليوم وهل يقدم البرلمان الجديد تمثيلا حقيقيا للقوى السياسية في البحرين كيف عبر رواد صفحاتنا عن أو كيف أجابوا على هذا السؤال الإجابة تعكس انقسام حاد بين آراء المشاركين حول البرلمان الجديد وحول الانتخابات هذا الانقسام يرجع أصلا إلى الخلاف العميق حول مسيرة النظام السياسي بالكامل في البحرين لا. هناك من يرفض النظام السياسي بالكامل ويرفض كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة وبالتالي يرى أن أي خطوة من هذه الخطوات مثل إجراء انتخابات برلمانية كل هذه الخطوات لا جدوى منها ولا طائل منها وأن النظام يظل كما هو والسلطة في يد الأسرة الحاكمة ولا معنى لكل ما يجري هناك على النقيض من يؤيد الحكومة ويؤيد النظام السياسي
ويرى أن مثل هذه الانتخابات هي خطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي، وأنه بالنظر إلى الأوضاع في الخليج فإن البحرين تتطور بشكل أكثر من غيرها، وتاريخيا كانت البحرين منفتحة أكثر من غيرها في دول الخليج بشكل عام. مثلا صلاح سيار عن الانتخابات كتب يقول: من قاطع الانتخابات لا يريد ولا يستحق التمثيل في الدولة، هذا هو قراره. عبد العزيز السعيدي يقول: الانتخابات تمت بشفافية وبنزاهة، ومن الممكن أن يتمخض عنها إصلاحات سياسية عميقة في البحرين. محمد العسكري: هناك فصيل رفض المشاركة في هذه الانتخابات أيا كانت النتيجة، فهذا يعني أن الانتخابات لا تمثل كل المجتمع البحريني. حسين كازان يقول: نهنئ الهنود والباكستانيين والأردنيين بمشاركتهم في الانتخابات البحرينية، والمرة القادمة إن شاء الله سيشارك الشعب البحريني. طبعا مشاركة ساخرة، ويشير للمتجنسين. نعم. سالم السالم عن نفس النقطة يقول: شاهدنا بالفيديو أيام الانتخابات باكستانيين وهنود لا ينطقون العربية ولكن يشاركون في الانتخابات. نفس النقطة، نقطة التجنيس. سومر السومر يقول: البحرين بلد ذو أغلبية من المسلمين الشيعة، وبالتالي كل محاولات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها الأسرة الحاكمة والمدعومة من بعض دول الخليج لن تنجح في تغيير ديمغرافية البحرين. طيب، على ذكر مسألة التجنيس، يبدو أنها من المشكلات التي دائما ما تتحدث عنها المعارضة باستمرار وتثيرها. هل رأى المشاركون على صفحاتنا أن انتخاب برلمان جديد في البحرين يمكن أن يساهم في مواجهة هكذا مشكلات؟ بالطبع، من يرفضون الانتخابات ويطالبون بالمقاطعة يرون أن البرلمان الجديد لا طائل منه، وبالتالي لن يحقق شيئا، بل على العكس هو عقد الأمور أكثر. قبل هذا كانت هناك مشاركة من جمعية الوفاق كما قال ضيفك في البرلمان، ولكن الآن لا يوجد صوت ل الجمعية التي تمثل الكتلة الأكبر من المعارضة الشيعية في البحرين. على الرأي آخر يرى أن الأمور تسير، هناك انتخابات والانتخابات أفضل من لا شيء، وأنه حتى لو كانت المساحة محدودة، مساحة الحرية السياسية محدودة في الوقت الحالي، إلا أنه يمكن البناء عليها، يمكن تطوير العملية الديمقراطية في البحرين، وبالتالي من خلال هذه الانتخابات وهذا البرلمان يمكن الوصول إلى صيغ توافقية أفضل. لا. مثلا وليد الحمصي كتب يقول: الصراع في البحرين ليس صراعا سياسيا بين الأحزاب، إنما المعارضة تتبناه كصراع طائفي، حيث ترى أنها تقدم نفسها على أنها مقاطعة إيرانية. بالطبع هذا ورأي وليد. فراس مظفر يقول: رأيت في البحرين ما لا يوجد في أي بلد أوروبي، رأيت أن الحكومة تصبر كثيرا على هؤلاء الذين يقطعون الشوارع ويخربون الممتلكات العامة. على موقعنا كتب إبراهيم محمد يقول: البرلمان البحريني كالإنسان الميت، وهل يستطيع الميت أن يفعل شيئا؟ عبر هذا المجلس لا تستطيع إيقاف عملية التغيير الديمغرافي، ولا تستطيع أن تطيح بوزير، ولا تستطيع أن تحاسب المفسدين. مهير مراد يقول: الانتخابات في عموم البلاد العربية ومنها البحرين مهزلة من مهازل الديمقراطية الكسيحة العاجزة عن إعطاء الشعوب العربية حلم الحرية. معد مطر: تعلم السلطة تماما بأن هذا البرلمان لن يستطيع حل الأزمة السياسية في البلاد، ولكنها تعتبر أن مجرد القيام بهذه الانتخابات هو جولة للانتصار على المعارضة. محمود، الآن ماذا عن المعركة المستعرة على تويتر بين الفريقين؟ المعركة مستعرة كما ذكرت، هناك على تويتر هاشتاج البحرين، هاشتاج البحرين تقاطع، هاشتاج البحرين تنتصر، مجموعة هاشتاجات نشطة للغاية، وعليها سيل من المشاركات والانتقادات، مؤيدين ومعارضين. لكن الملاحظة، المعارضة البحرينية موجودة بقوة على ساحات تويتر وساحات التواصل الاجتماعي بشكل عام. مثلا أم أحمد غردت قائلة: النظام البحريني زور شعبا بأكمله بشعب أجنبي آخر، ويريد منا أن نصدق النتائج الانتخابية التي يعلنها. حسين الداهي: انتهت مسرحية الانتخابات، فما الذي تغير في البحرين؟ هل انتهت الأزمة السياسية؟ هل تم إنصاف الشعب وتحقيق مطالبه؟ مشاركة من أم شريف: ألم يشبع غالبية شعب البحرين من عقوبات التمييز في الوظائف والحرمان من المناصب؟ غادة من البحرين: مقال لسلمان الدوسري قال فيه: ليس من حق الوفاق من اليوم فصاعدا الحديث عن شعبه وحقوقه ومطالبه، خرافة الأغلبية قد انتهت. كما قال رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندني. نعم. وأخيرا مشعل النامي: الانتخابات البحرينية كانت بمثابة إحصاء سكاني واستفتاء سياسي سقطت فيه مزاعم اضطهاد غالبية الشعب.
نعم، شكرا يا محمود على هذا العرض في هذه المرحلة، سنعود إليك قبل نهاية الحلقة للتعرف على المزيد من المشاركات. سينضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة البحرينية المنامة الدكتور محمد مبارك جمعة، الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة أخبار الخليج. مرحبا بك معنا دكتور محمد. أبدأ بسؤالك، كيف برأيك وفي تقديرك يمكن أن يحقق هذا البرلمان الاستقرار للبلاد وهو لا يمثل كافة القوى السياسية فيها، لأن كبرى حركات المعارضة قد قاطعت؟ مساء الخير. مساء النور، تفضل. في واقع الأمر يعني الانتخابات في أي دولة تقاس بنسبة المشاركة وليس بمقاطعة فصيل سياسي أو مشاركة فصيل آخر. الانتخابات عبارة عن أرقام ونسب. الانتخابات في البحرين هذا العام حققت نسبة 51 أو أكثر من 51%. إذن نحن نتحدث عن نسبة عالمية تعبر عن نجاح الانتخابات في البحرين. المقاطعة هو خيار لجأت إليه جمعية الوفاق، ولكن علينا أن نسأل سؤالا مهما هنا، هل نجحت هذه المقاطعة؟ هل نجحت هذه الدعوات؟ فقط حينما نتوقف عند معقل من معاقل المعارضة إن صح التعبير، فسنجد أن هناك تصدع في الجدران الداخلية والخارجية لهذه المعارضة. وجدنا الكثير من المواطنين الشيعة الذين يقومون بالإدلاء بأصواتهم في هذه المحافظة وفي مختلف الدوائر التابعة لمعاقل المعارضة، ومنهم من كان يخشى من الإرهاب الذي مورس عليه فخرج من هذه المحافظة ليدلي بصوته في المراكز العامة. إذن لا يمكن هنا الحديث عن نقصان في تمثيل البرلمان البحريني أو هذه الانتخابات. هناك خيار بالمقاطعة لجأت إليه جمعية الوفاق بعد أن أتيحت لها الفرصة للمشاركة في عدد من الحوارات السياسية التي أيضا اتخذت قرار الانسحاب منها. إذن الانتخابات البحرينية حققت نجاحا وحققت نسبة كبيرة جدا، هي تفوق في يعني فاقت 51%، ومن هنا ينبغي أن ينطلق الحديث. الحديث عن نجاح الانتخابات البحرينية، النسبة التي حققتها، وسقوط في الواقع يعني محاولات المقاطعة. دكتور محمد، دعنا نشرك المتصلين هاتفيا في هذا الحوار أيضا. نتحدث الآن إلى حسين عبد الله من المنامة. يا حسين، ما رأيك في هذا الكلام؟ المعارضة هي التي اختارت المقاطعة، لذا هذا البرلمان يعكس خير أو يقدم خير تمثيل للعناصر التي فضلت المشاركة في العمل السياسي الشرعي وفي إطاره الشرعي عبر البرلمان في هذه المرحلة، ما رأيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وحي حضوركم والضيوف. برضه في البحرين برنامج سياسي، برنامج إلى حد 2001 أو من قبل. حسين، في مشكلة في وصول صوتك إلينا، حاول أن تتصل بنا لاحقا. ونستمع إلى حسن الشارقي الذي يتحدث من المنامة. حسن، مرحبا بك، وما رأيك؟ يعني هل فعلا هذه الانتخابات تعكس التيارات السياسية في البحرين بشكل جيد وإيجابي، والمعارضة تتحمل قرار مقاطعتها؟ نعم، مرحبا بك عزيزي ومرحبا بجميع الإخوة. أهلا وسهلا. طبعا أرى بأن ما حدث هذه مسرحية هزلية، كل الغرض منها هو المكابرة والمماطلة على النسب التي كان يعلنها أمين عام جمعية الوفاق للشارع المعارض، ألا وهو 64%. هذا الرقم رقم معترف به من الطرفين، وهو رقم من السلطة من انتخابات 2010 و2006. فالشيخ علي سلمان دائما ما كان يتعلل ويحتج بهذا طيب. الرقم. طب ليه المعارضة لم تشارك طالما هذا هو الرقم؟ الأغلبية السياسية في هذا الولد. تمام، طيب طالما الأغلبية على هذا النحو، لماذا لم تشارك المعارضة وتحقق هذا الرقم؟ نعم، دعني أكمل. الآن كل هذه المسرحية وبعد كل ما جرى من ثورة 14 فبراير لحد الآن، أراد النظام أن يرسم نسبة جديدة ليتحجج بها في قبال المعارضة وأمام المجتمع الدولي، ولكنه فشل، لأن هذه النسبة معلنة من طرف واحد وغير يعني مرضية من طرف المعارضة، ولم يعني تحصل على رقابة دولية أو شهد لها طرف محايد فيها. فلذلك هذه النسبة، غير صدام حسين أيضا أعلن نسبة معينة في انتخاباته سابقا، فهل نصدق صدام حسين 100%؟
وغير صدام حسين حسن مبارك مررنا بتجارب أخرى. أرى بأن السلطة تتهرب من المشكل السياسي عبر كيل الاتهامات للمعارضة، فتارة تنعتها بالانتماء للخارج وتارة تنعتها بالطائفية إلى آخر. طيب الآن تمام. واضح مطالب المعارضة واضحة. طيب تمام واضح يا حسن. اسأل ضيفك الكريم ما رأيك في وثيقة المنامة، وأرجو أن تخرج لنا كلمة وليس أو سطرا منها. طيب خلاص واضح، يناقض الوطني ويناقض الطائفي. واضح يا حسن هذه المشاركة. أعود إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، يعني يمكن أن ألخص هذا الحديث في عدم الثقة، يعني الناس أو البعض لا يثق في أن العملية قد تمت بسلامة، وأنها كانت هناك نية لأن تعكس العملية فعلا الواقع السياسي في البحرين. الحكومة وفق الانتقادات المعارضة يبدو أنها لم توفر الأجواء التي تجعل المعارضة تثق في هذه العملية وفيما يحدث وفي المسار السياسي. كيف تعلق؟ يعني موضوع الثقة حينما نتحدث عن المعارضة، يعني إن صح التعبير، لأن هناك جمعية اسمها جمعية الوفاق ومعها بعض يعني الجماعات التي لا يتجاوز رقمها 1000 أو 2000 عضو. سأتحدث عن جمعية الوفاق باعتبارها تمثل المعارضة بشكل أكبر. جمعية الوفاق لا تثق بأحد، هي تثق في إيران فقط، ولا تثق حتى في يعني في الانتخابات السابقة على سبيل المثال في عام 2010 بس، حينما كانوا طرفا في هذه الانتخابات تحدثوا عن نزاهتها، تحدثوا عن أنها كانت تمثل المجتمع البحريني، تحدثوا عن أن الأرقام والنسب كانت صحيحة. الآن حينما خرجوا يعني خيارهم الذي أملي عليهم من إيران يتحدثون عن أن هذه الانتخابات ليس بها نزاهة. يعني لك أن تتصور أن أمين عام جمعية الوفاق على سبيل المثال في أحد تصريحاته هدد المقيمين المصريين في البحرين بأن يعيدهم إلى مصر في توابيت. هذه عقلية رئيس معارضة في البحرين. فعن أي ثقة نتحدث؟ الانتخابات البحرينية شهد لها العالم، هناك تصريح واضح للسفير البريطاني في البحرين، هناك أيضا وفود جاءت من البرلمان الأوروبي، هناك تأييد من دول كبرى مثل روسيا وغيرها. فمن تكون جمعية الوفاق حتى تحاول أن تدلس المشهد أمام المجتمع من ضمن إجراءات الثقة؟ هي جمعية يغلب عليها الطابع الطائفي، تتبع لإيران وهذا شيء واضح، وبالتالي فإن عدم مشاركتها في هذه الانتخابات في ظل المشاركة التي حدثت في الدوائر التي يفترض أنها تمثلها يعتبر هزيمة ساحقة لها. طيب دكتور عموما، طيب قبل أن أوجه سؤالي خليك معنا واستمع وشاهد هذه المشاركة المصورة التي أرسلها لنا من البرنامج أو للبرنامج إبراهيم البحراني، وهو بحريني بالمناسبة مقيم في أستراليا، يعلق فيها على هذه الانتخابات الأخيرة. ماكو برلمان في البحرين، برلمان البحرين برلمان عيارة ومصلحتية. نواب البرلمان همهم المعاش اللي يحصلونه وقيمته ما تقل عن 12,000 دولار شهريا، ومعاش تقاعدي قيمته ما تقل عن 6,000 دولار شهريا على مدى الحياة، وجواز دبلوماسي وغيره من الامتيازات والصلاحيات. البرلمان أساسه قائم على دستور لم يوافق الشعب عليه، وعلى دوائر انتخابية موزعة بشكل ظالم وطائفي. المشكلة الأساس في البحرين للأسف هي مشكلة طيبة شعب البحرين، مشكلة شعب يتبع معارضة دينية تفتقد للاستراتيجية والحلول العملية وتحمل المسؤولية القيادية لخوفه من الآخرة، مع أنها لا تملك لا أمر الدنيا ولا الآخرة، ومن جهة أخرى خوفه من حكومة طاغية ظالمة نسى أنها لا يمكنها أن تحكم بدونه. الحل السياسي العملي في البحرين هو ديمقراطية الكويت. يعني كما استمعنا هناك يعني مطالب، هناك انتقادات، هناك مخاوف من فساد وانتقادات لأداء الحكومة كما توجه لأي حكومة، وهو ما أنقله للدكتور محمد. يا دكتور محمد، يعني هناك الاحتجاجات ليست فقط سياسية، هناك احتجاجات مطلبية، هناك مخاوف من فساد ومن إهدار المال العام مثلا كما تستمع من المشارك. هل الحكومة تتخذ من مسألة الطائفية والمذهبية والتوجهات المذهبية لدى المعارضة الشيعية ك
كي أو تستخدمها كفزاعة كي تتهرب من مسؤولياتها في رفع مستوى قطاع من المواطنين في المملكة؟ لهم مطالب ولا بد من الاستجابة لها؟ يعني من النقاط التي ذكرها المشارك قبل قليل وتحدث عن تقاعد النواب وغيره من المبالغ التي يحصلون عليها وغيرها، طبعا هذه الأمور حتى جمعية الوفاق شاركت فيها وهي من أقرت التقاعد في عام 2006 و2010 ويعني كانت جزء من العمل. يعني هذه بعض النقاط التي يمكن أن تناقش. يعني أنا لا أختلف مع المشارك فيما يتعلق ب يعني أن نحاسب النواب حينما تكون لديهم يعني بعض الامتيازات التي يحصلون عليها بمعزل عن الشعب، ولكن هذا أمر آخر. النقطة الأساسية التي نتحدث على اليوم وهذا ما أفهمه هو الانتخابات البحرينية في مجملها، انتخابات البحرينية في مجملها تظل انتخابات تحسب بالأرقام والنسب. هناك نسبة 51.5% تمثل أغلبية شعب البحرين، هناك جمعية لجأت إلى المقاطعة وحينما لجأت إلى المقاطعة صدمت بالأرقام، بعد أن صدمت بالأرقام بدأت تختلق نوع من المسرحيات، قالت هناك مجنسين صوتوا، قالت هناك أناس عبروا جسر الملك فهد وجاءوا إلى البحرين وقاموا بصناديق الاقتراع وغير ذلك من القصص التي لا يوجد أي دليل عليها، بدليل أنها تأتي في المرحلة الثانية. يعني في المرحلة الأولى عولوا على المقاطعة وعلى أن النسبة سوف تكون منخفضة، ثم حينما كانت النسبة مرتفعة اختلقوا قصصا أخرى مثل التجنيس وغيرهم. طيب بس يا دكتور معلش اسمح لي، يعني أنت بين الفينة والأخرى دكتور فيما يتعلق بنقطة أيضا تهيئة الأجواء، يعني ليس من ضمن تهيئة الأجواء كان إطلاق سراح معتقلين، كان تخفيف الإجراءات الأمنية، هذا كان من ضمن انتقادات المعارضة، ليست هذه أو في هذه إجراءات لبعث الثقة إلى جانب الحوار الوطني والاستجابة لعدد من المطالب؟ سيد الكريم، في البحرين لا يوجد معتقلين بالمعنى الذي ذكرته، هناك عدد من المحكومين بناء على جرائم ارتكبوها وصدرت عليهم أحكام من القضاء، علينا أن نكون واضحين. جمعية الوفاق لم يكن من ضمن اشتراطاتها اطلاق سراح هؤلاء في البداية، إن كنا ممن نتابع يعني عملية الحوار التي جرت منذ البداية سنجد أن هناك عدة محاولات للحوار، كان الحوار الأول والثاني والثالث وجميعها كانت تنتهي بانسحاب جمعية الوفاق بناء على إملاءات خارجية. لم يسبق لجمعية الوفاق أن اعتبرت أن من هم موجودين في السجون أو من على سبيل المثال تورطوا في أعمال إرهاب أو غيرها، كانت اعتبرتهم أنهم شرط لدخولها في العملية السياسية. طيب اسمح لي دكتور، جمعية سياسية يعني تنظر إلى مصالحها بشكل دقيق وأساءت التقدير في عام 2011 حينما انسحبت من البرلمان وحاولت أن تعود بطريقة ما تقنع من خلالها جماهيرها، ولكنها عجزت عن فعل ذلك ولجأت إلى قرار المقاطعة. دكتور محمد خلينا نستمع إلى حسين عبد الله من المنامة الذي عاد إلينا الآن. يا حسين، ما رأيك في ما يطرحه الدكتور محمد مبارك عن هذه الانتخابات وما يمكن أن تؤدي إليه وعن موقف المعارضة منها؟ السلام عليكم. ألو؟ أو معك، تفضل. بالعكس، المعارضة البحرينية عندها مشروع سياسي قائم، طرح في وثيقة المنامة، ومنذ الأحداث 2011 هي دخلت الحوارات رغم إحساسها بعقم هذا وتكوين شكل الحوار والأطراف اللي حاضرة فيه، دخلت الحوار تلو الحوار تلو الحوار، فما وصلت إلى نتيجة. فالمعارضة لا يمكن تتجاوز النفس الشعبي والشارع والشارع الشعبي في القرى وفي المدن، هني يرفعون مطالب أزيد من جمعية الوفاق. جمعية الوفاق تعتبر جمعية معتدلة وطرحها السياسي معتدل، هذا بشهادة في كل العالم. بعدين وهو اتطرق انه ان الشيخ علي سلمان عنده الى المتجنسين او الى انه برجعهم في توابيت، اللي يعرف الشيخ علي سلمان منذ التسعينات يعرف ان ادبياته السياسيه مع وما عنده اي عنف ولا يقبل باي عنف. طيب واضح يا حسين، واضح وجهه نظرك. خلينا بس عشان نستمع الى متصلين اخرين. ابراهيم اسماعيل من المنامه، يا ابراهيم، هل يكون هذا البرلمان جزءا من حل الخلاف السياسي في البحرين ام تتعقد المساله اكبر؟ اخي الكريم، في نقطه جدا مهمه بالنسبه للمتحدث الدكتور محمد، اعتقد اللي اعتبر جمعية الوفاق جمعية أعتقد تكلم بها عنها بصورة أن هي تكون من 50 شخص مثلا. في نقطة جدا مهمة، لو نرجع إلى انتخابات 2010، الانتخابات البرلمانية في سنة 2010، نرى أن الوفاق حصلت على نسبة 63%
من أصوات الناخبين في انتخابات البرلمانية 2010، وهذا رقم يضع علامة استفهام على الانتخابات الحالية. هذه النسبة جدا كبيرة ويشكك أعتقد، وبيخلي الناس تشك في مصداقية الانتخابات نعم. الحالية. طيب. وخلى يرجع إلى أرشيف أرشيف. شكرا يا إبراهيم، عشان الوقت بس يداهمنا أحصل على تعقيب أخير في نصف دقيقة يا دكتور محمد حول خيار الحكومة والبرلمان الجديد للتعامل مع المعارضة بسرعة لو سمحت. جمعية الوفاق طبعا يعني اتخذت قرارا بأن تعاني من عزلة سياسية لأربع سنوات قادمة. طبعا الآن المشهد الدستوري في البحرين هو البرلمان. من حق جمعية الوفاق إذا كانت تريد أن تتظاهر تعبر عن الرأي وغيره من هذه الأمور من حقها، البحرين مجتمع مفتوح بالإمكانها أن تعبر عن رأيها بمختلف الطرق، ولكن أيضا من الواجب أن تنظر جمعية الوفاق للمستقبل. هناك انتخابات ستأتي في عام 2018، على جمعية الوفاق أن تنظر إلى الخسائر التي سوف تتكبدها إذا ما بقيت خارج المشهد السياسي حتى ذلك الوقت. شكرا. وفي الواقع أود أيضا أن أهنئ شعب البحرين بنجاح انتخاباته البرلمانية والبلدية وباستمرار البرلمان البحريني والتجربة الإصلاحية البحرينية. طيب. شكرا يا دكتور. دكتور محمد مبارك جمعة، الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة أخبار الخليج. أذهب سريعا إلى محمود. ماذا لديك محمود؟ إلى مشاركات محمد ياسين كتب يقول: بالتأكيد لا يمثل البرلمان شعب البحرين، لأنه تم العبث بتركيبة البحرين الديمغرافية لصالح السنة. أسامة عبد العزيز: البرلمان البحريني يمثل المجنسين من مختلف بلاد العالم ولا يمثل الشعب البحريني. مشارك لم يذكر اسمه: البرلمان البحريني اللي يمثل أي شيء مثله مثل كل البرلمانات العربية. إليك محمد. شكرا جزيلا لك محمود على هذا العرض. مشاهدينا بذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لكن الحوار دائما متواصل أونلاين على موقع bbcarabic.com. أدعوكم لمواصلة الإدلاء بأرائكم في موضوع حلقة اليوم وفي الموضوعات القادمة أيضا. إلى اللقاء، كنت معكم أنا محمد سيف النصر، إلى اللقاء.